اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بضيوف الاعزاء. النهارده زي ما اتفقنا هذه الحلقه عنوانها المؤقت لحد ما اصل مع ضيفي العزيزين. احنا رايحين فين بالظبط؟ لماذا يتدعشون؟ يعني ازاي بنشوف مطرب راب او زير نساء او لاعب او نجم في بلد او حد بعيد اجنبي خالص في اوروبا ويذهب الى داعش محبا مطيعا؟ تلاقي بنته صغيره 16 17 سنه تاخد صاحبتها وتخوض غمار معركه طويله علشان تنضم الى هذا التنظيم وتدعو الى القتل. بعضهن البنات تحديدا بيصابن بانهيار بعد كده بما يرون من نكاح جهاد وما اسماء مختلفه جدا، بيكتشفوا الاخر انهم بيتعرضوا لانتهاك حاد وشديد. لكن كيف يفكرون؟ ازاي بيروحوا؟ وكيف يمكن ان يكون الارتباط بالجنه؟ الطريق المعروف له هو ان تكون داعشيا او كما يطلقون جهاد. هذا هو الجهاد، والجهاد هو الطريق الى الجنه. مضيفنا الدائم الغائب عنا واللي هشتكيه للساده المشاهدين الدكتور اسامه الازهري، اهلا وسهلا يا سيدي. ربنا يخليك حضرتك. حضرتك حرمنا كتير وبتغيب علينا والناس بتعتقد انا ماليش دخل. الدكتور اسامه اللي مشغول صاحب يقوم بمهام جليله نحن نقدرها ونلتمس الاعذار، لكن بنفتقدك يا شيخ. ربنا يخليك حضرتك وحشتنا والساده المشاهدين، ودايما في معيه حضراتكم. ربنا يكرمك. والكاتب والمفكر السياسي الدكتور ناجح ابراهيم، اهلا وسهلا. وبشكرك على تشريفك وعلى تعبك كل مره بتكلم من اسكندريه، لكن بتنورنا دايما. اشرف بصحبتك. وموضوع اليوم هو موضوع الله يبارك في سيادتك الله يخليك شائك شويه. شائك بمعنى احنا اتكلمنا في داعش كتير وفي الفكر الداعشي كتير، لكن في النهايه على ارض الواقع هناك نماذج بتهز وتخلي الشباب يفكر. لا، هو الجماعة دول وبتوع الإعلام قاعدين يكرهونا في هذه الجماعة وهذا الفكر، في حين إن اللي بيروحوا لهذه الجماعة لا مش المتشددين بس، ده بيروح لهم شباب زي الورد، بيروح لهم ناس كانت بتغني، يبدو أنه طريق الحق وليس طريق الضلال. هو البداية طبعا الترحيب بضيفنا الكبير والكاتب الكبير والمفكر الإسلامي دكتور ناجح، والتأكيد على أن حضراتكم وحشتونا مرة تانية. أشكرك على أهمية الموضوع المطروح والمثار. الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها أنه فين الخطاف الفكري اللي بيستطيع هذا الفكر من خلاله اصطياد واختطاف عقل من العقول. قد يكون إنسان غير متدين بالمرة، قد يكون إنسان متدين تدين حميد ومعتاد، قد يكون إنسان في غاية الشطح في أي اتجاه آخر، وفجأة ينقلب كيانه ويتحول إلى كائن تدميري قاتل يحمل السلاح، مشبع بمجموعة أفكار تخريبية في غاية الخطورة، مزينة من الخارج بمجموعة آيات وأحاديث تبرر وتسوغ القبول بما تحتها من فكر مدمر. فين الخطاف؟ ويعني أرجو أن التعبير ده يكون يقرب الفكرة إلى حد كبير. فين المخلب السنارة. أيوة السنارة بالضبط. أيوة السنارة اللي بيرميها ويصطاد من خلالها عقل من العقول. هي في حضرتك رحلة أنا من فترة بحاول أرصدها، وبحاول إن أنا أشتغل قوي على الجزئية دي، نقطة البداية، رحلة اللا عودة. إيه الحاجز اللي بيكسره فالتاني يلاقي نفسه انجرف فجأة مع هذا التيار بقوة الدفع الذاتي اللي موجود فيه؟ الإنسان بيكون إنسان عادي أو متدين، وفجأة يتحول من متدين إلى متطرف، ومن متطرف إلى تكفيري، ومن تكفيري إلى قاتل. هي أربع محطات، أربع قفزات. تاني بيبدأ متدين فيقفز منها إلى متطرف، فيقفز منها إلى تكفيري، فيقفز منها إلى قاتل يحمل السلاح. مع إن عندنا حالات ما فيهاش خطوة المتدين دي، ده في حالات بتقفز من حالة بتبقى خفيفة بس مش ملحوظة. نعم بتبقى لا نطة سريعة يعني. أحيانا الواحد بينزل في كل محطة ويطول، يقيم في كل مرحلة، ياخد فترة وهو متدين، ثم تتحرك حوله بواعث وأسباب كثيرة تخليه ينجرف إلى تكفيري، فيقفز إلى 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 متطرف إلى تكفيري إلى قاتل، أو يقيم فترة متطرف وعنده ممانعة وصد ضد قضية التكفير،
فتيجي حدث مفاجئ أو حالة من الحالات المفاجئة أو ضغط نفسي أو شبهة فكرية، فإما أنه هو يمشي بالتدريج، وده شريحة من الشرايح أو شريحة تقفز المراحل الأربعة بسرعة. كان في دراسة بتتكلم عن نجاح داعش في اختطاف العقل من العقول في مدة تتراوح من 8 إلى 10 ساعات تقريبا. إيه بقى الدورة المكثفة، العبارات المفتاحية، السنارة اللي بتخطفه؟ هو حضرتك ده فعلا كل محل الكلام، يعني هو ده المحور اللي لازم يتحط تحت الميكروسكوب علشان نفحصه بأناه وبدقة. بس الأول قبل ما انتقل منها واتجه مباشرة إلى مجموعة المعاني اللي بدأت تتكشف لي بعد دراسة البداية، بس أنا عايز أأكد الفكرة دي يا جماعة. في مجموعة أفكار أشبه ما تكون بفيروس بيصيب الإنسان، فإذا بأدائه وفهمه وتفكيره ونفسيته ونظرته للدنيا إذا بها تنفجر وتجرفه من إنسان عادي أو متدين إلى متطرف فتكفيري فقاتل. فيروس زي بالضبط الفيروس اللي بيدخل إلى برنامج الكمبيوتر، فبيعمل إيه حضرتك لما الجهاز بيتفيروس بيحصل إيه؟ بيتفرمط. علشان ده العلاج إن إحنا بنفرمته، بس إيه الخلل اللي بيطرق عليه؟ كل برامجه بتختل، تدي له أمر في اتجاه فينفذ أمر في حاجة تاني خالص. أهو الخلل اللي ترتب على الفيروس ده. الفيروس ده في المقام الأول أول حاجة على الإطلاق تماما أنه يعظم ويضخم ويجسد ويكثف من معنى الأنا. أنا بيضخم قوي جوه الإنسان معنى الشعور بالذات. أنا الحق، أنا الأمة، أنا الحكم، أنا القادر على إدراك الحقيقة، أنا المتفرد بامتلاك الحقيقة، أنا الفرقة الناجية، أنا القائم بحدود الله في الأرض، أنا المسلط على رقاب هؤلاء العباد. ولما بيدخل المدخل ده بتتفاوت ردود أفعال الناس عليه. في إنسان الأنا عنده مستقرة وهادئة لا يبالي بهذا الكلام، بل قد يشمئز من هذا التضخيم للأنا. في إنسان يعاني احتياج شديد إلى استعادة التوازن النفسي والشعور بقيمة الأنا. نعم. فيوصل له صورة إنك لتحقيق هذه الذات، لتحقيق الأنا وإشباع الأنا، هي إجراءات في غاية السهولة، بس مجرد إنك أنت تعتنق مجموعة 6-7 عبارات ما فيش غيرها، وتشيل سيف وتهاجر بطريقة أقرب إلى الأكروبات وأقرب إلى السفر المشوق اللي مليان إثارة ومغامرة، تلاقي نفسك بقيت في منطقة داعشية وتشيل السلاح، ويبقى بقيت أنت الحكم العدل، بقيت أنت الأنا المطلق، الحاكم المطلق. إشباع الأنا، إشباع الأنا دي حضرتك تشكل قابلية وجاذبية شديدة لأي منظومة فكرية بتشعر الإنسان بهذه الأنا. هتلر، إيه اللي هتلر كان بيعمله في نفسية الناس؟ إزاي هتلر كان بينجح إنه يلقي خطبة في 300-400 ألف من جنود النازي، فإذا بهم ينفعلون ويصرخون ويهتفون ويندفعوا للقتال في باريس ولا في لندن ولا في موسكو ولا ويجتاحون العالم. إيه اللي كان بيعمله في النفسية الإنسان ده؟ الأنا، بس بمدخل فلسفي، أنتوا الجنس المتفوق، أنتوا الجنس الأصلح القابل للبقاء. التاني ده بيقدم له وجبة الأنا دي مزينة ومحلاه بعدد من التوابل والبهارات اللي مليانة آيات وأحاديث، يعني مش بس بتشبع الأنا ده، أنت بتشبع الأنا وبترضي الحق كمان، بيصور له الصورة كده. المدخل ده حضرتك يسهل معاه لمن عنده قابلية نفسية، يسهل أنه بسرعة ينتقل للموضوع ده. كان في واحد مسؤول في إحدى الدول العربية ويتبوأ فيها مركز كبير، أجرت مجلة الزمان حوار معاه، فبيقول أنا في شبابي كان في حوار موصول بيني وبين جماعة الإخوان المسلمين والشبيبة الإسلامية، وكان في بيني وبينهم جدل ونقاش، فأهدوني مجموعة من كتب سيد قطب. بيقول أنا قريت الكتب دي فنمت وأنا شايف العالم بأسلوب، وصحيت وأنا شايف العالم بصورة تانية خالص. إيه ده؟
ايه الطاقة النفسية السلبية المودعة في هذا الكلام اللي بتقلب كيان الإنسان لهذه الدرجة وتخليه في غمضة عين فجأة كل الرؤية والمنظور يصطف ويتغير ويتشبك وينتقل به من طرف إلى طرف. هل تتصور مثلا على سبيل المثال واحد كان اسمه عبد الله القصيمي النجدي، جاء من نجد وأقام في الأزهر بيدرس، وكان في غاية التطرف التكفيري، وراح بعد ما درس سنة سنتين في الأزهر راح عمل كتاب شتم الأزهر، وعمل كتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، وكان في الغاية كان في غاية الاندفاع في الفكر المتطرف، وفضل فترة يعيش بهذا الفكر ويحاول أنه يستقطب أي حد يلمس فيه احتياج مالي. أو بعد ما عاش سنين مع هذا الفكر وكتابه الصراع بين الإسلام والوثنية، شوف بس عقلية ممتلئة بفكرة إيه؟ الصراع، عقلية ممتلئة بأنه هو الإسلام وأي حاجة تانية وثنية، عقلية ممتلئة بالحكم على الآخر أنه وثنية وأصدر حكم نهائي غير قابل للرجعة. العقلية اللي ممتلئة بالأنا والتفرد بالحق وإشباع ضخم للذات وإعطاء حق الحاكمية المطلقة للإنسان على البشر، مش معها فترة بس يبدو أن الضغط النفسي ده أدى إلى انفجار، فنقله من أقصى التطرف التكفيري إلى أنه بعد فترة راح خلع كل الهيئة اللي كان ماشي بيها، وبدأ بعد ذلك يخرج من قضية الفكرة الإسلامية بالمرة إلى أن ألحد. ولما ألحد عمل كتاب اسمه إيه بقى؟ الكون يحاكم الإله. شوف جاب من الآخر. بس شوف المعنى، شوف مدى انجراف النفس إلى الشعور بالأنوية المطلقة، الأنا المطلق، أنا الحق، أنا اللي ليا السلطة المطلقة وأصدر الأحكام على أي شيء، حتى إن أنا أحاكم قضية الألوهية. وده يفكرك بصورة من صور التطرف في العهد النبوي اللي راح يقول لسيدنا النبي اعدل فإنك لم تعدل. أنت بتدي نفسك الحق أن تحكم على صاحب الشريعة، على صاحب الوحي، على المبعوث من عند الله، إزاي اديت نفسك حق الحاكمية المطلقة؟ فهو ده اللي سيدنا النبي قال يا جماعة ده بداية بذرة التطرف، يخرج من هذا الإنسان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آسف على الإطالة، بس الفكرة الأساسية نحن نؤسس إنه بداية يعني. والدكتور ناجح طبعا، والدكتور ناجح إبراهيم يكمل معنا التأسيس مع يعني. أرجو من حضرتك هو التركيز شوية على إزاي نفهم إن حد غربي ملوش علاقة بفكرة التدين جايز من جواه، عنده رفض لفكرة الانحلال اللي حواليه أو مش قادر يستوعبها أو عنده فقدان للهوية، إزاي ده ينضم لداعش؟ إزاي بنت عندها 15 16 17 سنة تسافر وتروح في هذه المنطقة وتتحول إلى فكر إرهابي؟ يعني هو إيه اللي بيحصل في العقل الإنساني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا. أنا أثمن طبعا كلام الدكتور أسامة، الله يبارك فيك، في مسألة الأنا وما إلى ذلك، ويمكن أتحدث فيها لاحقا، لكن هم ثلاث أشياء مترابطة: الجماعة، الفرد، الفكر. لو أي عنصر منهم ضاع خلاص مش هيحصل الكلام دوتي. يعني لهذا الفرنسي أو هذه الفتاة الفرنسية لو لم تكن جماعة داعش موجودة ما كانت انضمت ولا فعلت ولا أي شيء، نعم، ولا دخلت في تفجيرات ولا أي حاجة. برضو نفس الكلام بعد 11 سبتمبر، لو لم تكن هناك القاعدة، وخلي بالك ما كانش فيه أندونيسيين هينضموا للقاعدة في أندونيسيا ويروح عاملين تفجيرات بالي، نعم، ولا ينضموا للقاعدة بدون ما حد يكلمهم، هم خدوا اللي هسميه أنا الانبهار الكاذب. يعني القاعدة ضربت أمريكا في 11 سبتمبر فأوجعتها، فكل اللي متغاظين من أمريكا شعروا أن هذا المارد الذي خرج من القمقم فجأة القاعدة هو الذي سيستطيع أن يذل أمريكا ويهزمها، يبقى هو ده اللي ننضم إليه. برضو داعش هو اللي أقام الخلافة والخلافة والخلافة، وهم لا يعرفون شيئا عن معنى الخلافة، إن الخلافة ده ما هوش يعني واحدة في فرنسا واحدة في النمسا ما تعرفش أي حاجة، بص للخلافة لكن هي انبهرت، حدث حالة انبهار. بالعكس اللي ما عندوش معلومة وما عندوش علم، ولذلك الكليات العملية أقرب، ليه؟ لم يقرأ أي شيء عن الدين. أي واحد هيحدثه يعني شكر مصطفى كان يكلم أول واحد مثلا خريج طب هندسة
هو أول مرة يسمع عن الدين وأول مرة يسمع يحط له نظريات شكر، فيقول له مثلا ربنا إيه، هنحط شوية قواعد. يقول له الكافر هو الظالم والظالم هو الكافر، دي معادلة حسابية، لأن ربنا قال إيه والكافرون هم الظالمون، يبقى إيه يا عم، يبقى كل كافر ظالم، مظبوط كده؟ طب روح اعمل له القاعدة العكسية وكل ظالم كافر. هذه القاعدة طبعا خطأ في الشريعة، في ظلم أكبر كما يعلم الدكتور أسامة وغيره، في ظلم أكبر اللي هو الشرك ده يخرج عن الملة، لكن في ظلم أصغر ده يقترف الناس جميعا، ولا يمكن، وإلا كل المسلمين كانوا إيه خرجوا عن الملة. نعم. كلهم، يعني من المسلمين لا يأتي ظلما؟ مين من الناس لا يحكم، يعني يحكم الشريعة في كل أموره، إنما يجي أنا واحد مثلا كان بيكلمني طالب بيقول لي ومن لم يحكم بما أنزل الله، قلت له أبوك بيحكم بما أنزل الله في كل أموره؟ قال لي لا. قلت له ما كفرتوش ليه؟ عمك بيحكم بما أنزل الله في كل أموره؟ قلت له الآية دي مش خاصة، ما قالوش للحكام بس، دي عام على كل من يحكم. فأنت المفسرين قالوا إذا جحد هذا الحكم يبقى كافر كفر أكبر، إذا ما قامش به عصيانا فكل الناس تعصي. يعني شوف، وإذا لم يقم به تقديرا لموقف أو عدم قدرة، يعني الأمة المصرية معظمها، الأمة المصرية كلها تجحد البنات في الميراث. نعم. هل كل هؤلاء كفار؟ وده هو اللي بيحكم بما أنزل الله في بيته وفي الميراث اللي هو معاه، ولكنه يجحد البنات، ولما يكون لي زوجة عايز ميراث زوجته. يعني هو يريد الحكم بما أنزل الله حينما يكون في مصلحته، ويأباه حينما لا يكون في مصلحته. يبقى أول حاجة الجماعة، لو لم تكن داعش ما تطرفت هذه وذهبت إليه، لو لم تكن القاعدة ما كانش حصل تفجير مترو لندن ولا مترو مدريد، ولما كل هؤلاء خدوا الفكرة في حالة الانبهار. يبقى الجماعة وجودها مهم جدا. أنا عايز أقول حتة في الجماعة برضو، قاعدة قواعد كده ثابتة، لن تكون هناك جماعة إلا إذا لم تكن هناك دولة، بمعنى الدولة الحقيقي اللي بتقيم العدل الاجتماعي والعدل السياسي وفي بتحارب البطالة والفساد وما إلى ذلك. ما فيش دولة تبقى في جماعة متطرفة على طول. حينما لم تكن هناك دولة في أفغانستان نشأت القاعدة، حينما لم تكن هناك دولة في الصومال نشأت القاعدة، حينما لم تكن هناك دولة في ليبيا جاءت أنصار الشريعة وداعش وغيرها، حينما لم تكن هناك دولة في سوريا نشأت داعش، حينما لم تكن هناك دولة بالمعنى الحقيقي وكان في ظلم طائفي وطائفية بغيضة من ميليشيات الشيعة نشأت داعش في العراق. نعم. لأن ما فيش دولة. واحد جيب بيقول بريمر راح فك الجيش وفك الأجهزة الأمنية والاستخبارات وفك كل حاجة، فكك الدولة لمصلحة إسرائيل من أجل تقسيم، خلاص في فراغ، فقام هؤلاء. وعلى فكرة داعش مثلا بتاعت العراق ليه، في سؤال مهم جدا، لماذا كل الحركة الإسلامية ما بتقيمش دول؟ يعني القاعدة ليه خدت شكل دولة؟ ما القاعدة كانت في أفغانستان ما أعلنتش الدولة، كانت في الصومال وكانت واحدة في الصومال ما أعلنتش الدولة، وفي ليبيا ما قدرتش تعلن الدولة، وبرضه في سوريا ما أعلنتش الدولة قبل ده. ليه داعش أقام الدولة؟ لأن المكون الرئيسي بتاع داعش بتاع العراق في العراق ما هوش ديني. نعم. هو الجيش العراقي والاستخبارات العراقية والحرس الجمهوري العراقي ظلم وبخس، كله سرح. انت تصور واحد مثلا كان عميد ولواء وفي هذا الهيلمان، ثم يجد نفسه في الشارع، مش يجد نفسه في الشارع بعد كده يلاقي الشيعة والأمريكيين سجنوه، وسجنوه مع الإسلاميين في السجن، وقعدوا أشهر في السجن مع بعض وتحدثوا وخرجوا بعد ذلك، إن السنة فين في المعادلة دي؟ ويجي الحشد الشعبي يحرق بيوتهم والميليشيات تفجرهم وتقتل بالاسم، يعني اسم ابو بكر يذبح. نعم. اسم عمر يذبح. يا عم انا ذنبي ايه؟ انا ممكن ما بيصليش ولا يعرف حاجه عن السنه بس يذبح هو كده. وهذا القتل عمر ما الاسلام عرفه. نعم. اربع انواع من القتل لم يعرفها الاسلام، واحد منه عملته القاعده اللي هو القتل بالجنسيه، حينما قالت بقتل كل امريكي ويهودي، وده كلام، المسلمون حاربوا الفرس ولم يقولوا بقتل كل فارسي، وحاربوا الروم ولم يقولوا بقتل كل رومي، وحاربوا أمم كثيرة. يعني القتل بالجنسية ده عملته القاعدة، القتل بالمذهب عملته داعش والميليشيات الشيعية، القتل بالاسم عملته الميليشيات الشيعية، القتل بالوظيفة عملها داعش. هنا تلاقي واحد في الجيش لا تعرفه ولا تعرف بيصلي ولا تعرف أي حاجة عنه،
مجرد لابس ميري تموته. عمر ما الإسلام عرف كده، إنك تقتل إنسان باللبس بتاعه، بالمهنة، بالوظيفة، ده اسمه القتل بالوظيفة. هذه الأربع أنواع من القتل أنا كتبت عنها كثيرا يعني. أربع أنواع لم يعرفها الإسلام. الإسلام قال لك قاعدة كده، وهي ده في الخلل الفكري بتاع كل الجماعات المسلحة، أن كل الدماء معصومة. كل الدماء الأصل فيها العصمة، ولا يزول هذا الأصل أبدا إلا بدليل أنصع من شمس النهار. ما فيش احتمالات. الدم الأمريكي معصوم، دم الشيعي معصوم، دم السني معصوم، دم السعودي معصوم، دم المصري معصوم، دم الشرطة معصوم، دم أي حد في أي ملة، في أي دين، في أي حد. ولا تزول هذه العصمة، بل بالعكس قال لك لما تقتل واحد فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه بدأ متوالية الدم اللي هي 1 2 4 8 16 32 وما إلى ذلك. وكل واحد يقتل على ابن آدم الأول كفل منه اللي هو قابيل. ليه؟ لأنه أول من بدأ هذه المتوالية، وده حديث. نعم. ما من قتيل يقتل على وجه الأرض إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منه. ليه يا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده؟ لأنه بدأ هذه المتوالية، وحينما بدأت فستكمل. يبقى اذا دي جزئيه مهمه اللي هي بتاعه الجماعه. في دوله ما فيش جماعه، ما فيش دوله يبقى في جماعه. ولذلك اول حاجه افرض واحد تطرف في فكره بس ما فيش جماعه خلاص، يعني واحد تطرف في فكره، نعم، واحد كان مخه حاوت شمال، ولذلك مخه حاوت شمال لقى شيوعيين راح انضم ليه، لقى ناصرين انضم ليه. هل يمكن الموجود الدولة تواجه الجماعة؟ هل يمكن لجماعة أن تقضي على دولة؟ لا يمكن تقضي على دولة. نعم. هي بتيجي في غياب الدولة. ما فيش دولة يبقى هي، وما فيش جماعة تكونت في غمضة عين وانتباهات. زي ما يقول لك ازاي نشأ داعش؟ يا أخويا نشأ داعش تحت عين وبصر وسمع الجميع وبإذن الجميع وبموافقة الجميع. يعني داعش كيف نشأت القاعدة؟ القاعدة كانت موجودة وتحارب في أفغانستان، وكانت جماعة برعاية أمريكية. نعم. برعاية مش أمريكية بس، وخليجية وعربية. نعم. وكل حاجة. نعم. مشروع كامل، مشروع كامل أنت تعلمه، كان مشروع كامل ضد الاتحاد السوفيتي، وأيضا ده كان مشروع كامل ضد النفوذ الإيراني والنفوذ مش عارف بشار أسد وحزب الله. العملية دايما بتزيد عن حاجة. بعد هذا التحالف بين القاعدة وهذا التحالف الغرب العربي، راح القاعدة بقى طج في دماغها حاجه انها تضرب امريكا. ضربتها بقى في ضربت المدمره كول، وضربت السفارتين، وضربت الكلام ده. والقاعده دايما، انا حسيت كل التفجيرات اللي عملتها القاعده وداعش كلها في المدنيين، تصور. وده خلل في الفكر. نبقى نتناول ايه الخلل الفكري كله. خلل الفكر يا عمي المدني حاجتين. الاسلام حرم قتل المدنيين حتى في حالات الحرب. شوف عبقرية عمر بن الخطاب، وهو الجيوش رايحة يقول لك لا تقتلوا الفلاحين، ويقول ايه العلة بقى؟ فإنهم لا يناصبونكم العداء. دول مش تبع الجيوش. نعم. بيبين العلة، والعلة هي المقاتلة. العلة في الحرب في الإسلام مش اختلاف الدين ولا المذهب ولا العرق ولا أي حاجة. الاعتداء. الاعتداء. نعم. أيوة. وبينها القرآن، وقاتلوا في سبيل الله، قال الذين يقاتلونكم. نعم. وفي الآخر قال ولا تعتدوا، معناها ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا فانيا ولا كذا ولا، قال لك الشجرة محترمة في أرض العدو، لا تتجاوز حدود القتال. لا تتجاوز حدود القتال، قال لك. نعم. الشجرة ولا تقطعوا شجرة ولا نخل. يعني الإسلام احترم الشجرة في أرض العدو، لأن هذه الثمار هي للكون، هي مكون حضاري يفيد الناس كلها. يعني مش انت خلاص الحرب انتهت، ما حرب بعدها صلح، خصام بعد كده وفاق. فالمشكلة الثانية برضو في الفكرة بتاعتهم، يقول لك ايه؟ ان الفرنسي مسؤول عن سياسة دولته، والامريكي مسؤول عن سياسة دولة. انا رديت على الفكرة دي من 10 سنين، ورد علي ايمن الظاهري، لان ايمن الظاهري انا عشت معاه 3 سنين. نعم. وعارف وعارفني. فرد علي، انا قلت له في الردود بتاعتي ونشرتها الشرق الاوسط اللندنيه ساعتها وهو جراها، فرد كان ايه الرد بتاعي؟ ان اذا كان المواطن او الانسان ليس مسؤولا عن ابيه ولا امه ولا ابنه، فكيف يكون مسؤولا عن سياسه دولته؟ لا في الدول الديمقراطيه
لان مثلا واحد زي جورج بوش مثلا فاز ب 51%، يعني 49% من الشعب الامريكي لم يكن راضيا ان هو يبقى رئيس. لما جه يغزو العراق كان 65% مناهضين لسياسته، ورغم ذلك غزا العراق وعمل كل المآسي ده. فالمواطن ليس مسؤولا عن سياسة دولته لا في الدول الديمقراطية ولا في الدكتاتورية لأنه لا رأي له. وإذا كان راح هو رد عليه قال لا ده بيدفع الضرائب، وما دام بيدفع الضرائب وهذه توجه للجيوش وهو يعلم. قلت له بص يا حبيبي الضرائب على فكرة الدكتور أيمن كشخص مؤدب. نعم. قلت له بص الضرائب قديمة قدم الزمان. ونعم الأدب والله. يعني بس بس وللأسف الخلل في فكره، ولذلك الخلل في الفكر. والدكتور أيمن غني ومن أسرة كويسة طبعا وكل حاجة، أسامة بن لادن غني، أمثلة كثيرة جدا. في ناس من اللي اشتركوا في التفجيرات الأخيرة دي من مدينة الرحاب. نعم. في ناس وشخصيات وأولاد ناس معروفة. أنا تفجيرات اللي هي التفجيرات الأخيرة بتاعت سينا العريش؟ لا اللي هنا اللي كانت زي تفجير موكب اللي هو محمد ابراهيم وغيره، التفجيرات اللي حصلت. نعم كان حد عايش في فيلا كان يعني. في ناس كان في ناس منهم من الرحاب وغيره وغيره. يعني مش الفقر هو المكون، الفكر هو المكون الاساسي، ولكن دي عوامل مساعده. ولذلك هدي قلت له بص الرومان كان كل الرومان يدفعون الضرائب، ولم يقل احد من الفقهاء بقتل كل رومي، والفرس كانوا كلهم يدفعون الضرائب والمكوس، والضرائب قديمه قدم الزمان وليس فيها اختيارات. يعني انت مش بتخير المواطن والله تدفع ولا ما تدفعش، وبتوجه الى 100 جهه. فالقتل بالجنسيه ده أسوأ شيء، وان المواطن ليس مسؤول. انت مثلا المواطن الامريكي ولا الفرنسي ولا اي حاجه ما تقصدوش، معظم تفجيرات القاعده وداع كلها في المدنيين، تلاقي يا عيني العنصر الغلبان ويستحل الدماء. ان هو الدماء ده بنيان الله، يعني هذا الخلق ايا كان مسيحي يهودي مسلم بوذي مش عارف، هذا بنيان الله الذي بناه وكرمه ونفخ فيه من روح. وربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، قمه التكريم انك انت تحافظ على حياته. فاذا هدمت هذا البنيان الذي بناه الله سبحانه وتعالى يبقى خلاص ده انت بقى دي القمه. طيب انا هيفضل عندي سؤال شائك وحائر طول الوقت واكيد عند ناس كتير، هو كيف لفكر جماعه قد يصل تعدادها إلى 60,000 70,000 يبشرون الناس بالجنة فيذهبون إليهم، ويفشل من يدعو إلى الدين الحقيقي السمع؟ فشلنا بمؤسساتنا الدينية بعلمائنا في إن احنا نشاور للناس على الجنة فذهبوا إلى جنة أخرى، يعني جنة داعش والقاعدة وكل الأفكار المتطرفة هي أكثر إغراء وغواية من جنة العلماء وجنة الأزهر وجنة مؤسساتنا الإسلامية في كل مكان في العالم. جنة بضعة آلاف أكثر إغراء من جنة أكثر من مليار. بعد الفاصل إن شاء الله.